للمزيد من المتابعة والتحليل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. دكتور إكرام، بعد التحية أهلا بك ضيفا كريما على شاشة التلفزيون المصري. أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. دكتور إكرام، مصر ترتبط بالقضية الفلسطينية ارتباط وثيق يتعلق بروابط الأمن القومي ومجريات الأمن القومي المصري وبالدم وبالقومية العربية. كيف ترى أن هناك دعوات وترى أبعاد وخطورة الترويج لفرضيات كتوطين الفلسطينيين في سيناء على الأمن القومي المصري للمنطقة بأكملها والحل الدائم للقضية الفلسطينية؟ يعني خلينا نقول في البداية أنه لا توجد دولة ارتبطت بالقضية الفلسطينية وبذلت الجهد والاهتمام بهذه القضية واللي بنعتبرها قضية العرب الأولى زي مصر، وسواء كان ذلك في وقت الحرب أو في وقت السلم. هنشوف حضرتك مصر خاضت عدة حروب من سنة 1948 ل 56 ل 67 ل 73 من أجل هذه القضية، القضية الفلسطينية. مصر بتعمل أيضا وفي السنوات السابقة ومبدأ ثابت في سياسة مصر تجاه القضية الفلسطينية هو العمل على إيجاد حل سلمي لهذه القضية واللي طال أمدها الحقيقة، وهذا الحل يكون وفقا لمقررات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية المتمثلة في حل الدولتين. يعني أن تكون هناك دولة فلسطينية على الأرض المحتلة من أرض فلسطين في سنة 67 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية. إحنا في تطورات حدثت الحقيقة، ودايما الأبعاد الداخلية السياسية بتؤثر على النواحي المتعلقة بالسياسة الخارجية. في الأشهر الماضية، نقول في السبع ثمان شهور اللي فاتت، في حكومة إسرائيلية يمينية متشددة، واتخذت إجراءات ضد الفلسطينيين المدنيين في قراهم وفي المناطق التي يتواجدون فيها وفي القدس. وكل ده كان يتم في حماية يعني القوات الإسرائيلية. احنا دايما بنقول في السياسة أن العنف يولد العنف. يعني أنا تقديري أن هذا العنف الذي اتخذ ضد الفلسطينيين هو الذي أدى أيضا إلى تفاقم هذه الحلقة التي نشهدها الآن من العنف والعنف المتبادل. دكتور إكرام، الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على أن مصر موقفها ثابت وتتابع أيضا تطورات القضية في المنطقة، وأكد على أنه يعني التصعيد الحالي خطير ليس على مصر وعلى الأمن القومي المصري فقط ولكن على المنطقة بأكملها. كيف يمكن حقن دماء الشعب الفلسطيني والدعوة إلى وقف إطلاق النار والتعامل بالحلول الدبلوماسية؟ ده صحيح، ودي نقطة شديدة الأهمية، أن نوقف هذه الحلقة المفرغة من العنف والتي لا تؤثر فقط على أطرافها المباشرين، ودي نقطة شديدة الأهمية الحقيقة. يعني التأثير ليس فقط على الفلسطينيين وإسرائيل فقط، وإنما يؤثر أيضا على المنطقة وعلى الإقليم اللي احنا عايشين فيه، وله تداعياته أيضا على العالم ككل. واحنا شفنا مؤخرا ان في بعض التحركات من اطراف اخرى حتى غير الفلسطينيين وغير اسرائيل، ان في قوات بتاتي من جانب الولايات المتحده الامريكيه الى منطقه البحر المتوسط، ان التخوف هنا ان يتعدى هذا الصراع اطرافه المباشرين وتنخرط فيه دول واطراف اخرى اقليميه او دوليه. ومن هنا ياتي اهميه الدعوه الى التهدئه وإيجاد مخرج سياسي ومخرج دبلوماسي لهذه الأزمة التي يعني لن تضر أطرافها المباشرين فقط، ودي نقطة أنا بأكد عليها أيضا، وإنما سينعكس تأثيرها السلبي على العالم ككل وعلى المنطقة وعلى الإقليم. ولذلك يكون من المرغوب في العمل على احتوائها وإيقاف هذه الموجة من العنف، وأن يكون هناك أيضا أخذ في الاعتبار من جانب المجتمع الدولي لما يحدث من تجاوزات، خلينا نقول ضد المدنيين وقصف المناطق المدنية من جانب إسرائيل وتهديم للأبراج. كل هذا الكلام سيؤدي إلى ردود فعل ما لم يحدث احتواء لهذه الأزمة التي تمثل خطورة كبيرة على المنطقة وعلى الإقليم وربما على العالم ككل. نعم، ودائما دكتور إكرام، موقف مصر ثابت ومعبر في هذه القضية، وثابت أنه لا تنازل وإفراغ للقضية الفلسطينية من مضمونها، ولا حق في تنازل أي طرف
عن حسابه والأطراف الأخرى. كل الشكر والتقدير ضيفي الكريم الأستاذ الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، شكرا جزيلا لك.